السلام عليكم يا باشمهندسين، السكشن بتاعنا النهارده عن ال facility location problem. طيب في facility location problem، هي الفكره بتاعتها عامه ان انا دلوقتي انا عندي area، الاريا دي فيها existing facilities موجوده، وانا عايزه احط facility جديده هتخدم ال facilities اللي هي already موجوده عندي. فانا محتاجه اشوف ال best location اللي انا هحط فيه ال facility بتاعتي. طب هل بالضروره ان انا هبقى بتعامل مع سنجل فاسيليتي؟ لان لا، انا ممكن يبقى عندي هي سنجل فاسيليتي، هي فاسيليتي واحده اللي انا عايزه احطها، او ان انا هحط مجموعه من الفاسيليتيز وسط مجموعه من الفاسيليتيز هي اوريدي موجوده. طيب احنا في السكشن بس هنتعرض على الجزء، على الجزء المسائل بتاع السنجل فاسيليتي لوكيشن. طيب حاليا انا عندي، لو انا بتعامل مع الكيس بتاعت الريكتلينير فاسيليتي لوكيشن بروبلم، يعني انا بتعامل مع المسافات بتاعتي، ان هي المسافات بتاعتي دايما هي perpendicular على بعض. في الحاله دي حاليا انا عندي فيه two approaches موجودين، في حاجه اسمها الميني سم لوكيشن بروبلم، وحاجه اسمها يعني خلينا نبص الاول على الميني سم. ماشي، الميني سم في الحاله دي انا يهمني ان انا اقلل التوتال ديستنس اللي انا بتحرك فيها، يعني يهمني ان التوتال ديستنس بتاعتي بعد ما كل التوتال ديستنس اللي انا هتحركها من النيو فاسيلتيز للاذر فاسيلتيز الاكزيستنج اللي موجودين، الهدف بتاعي ان انا اعمل لها مينيمايزنج. طيب حاليا عشان اعمل الكلام ده، حاليا في عندي ايكويشن بعوض فيها. طيب هي الايكويشن هي عباره عن ايه؟ مبدئيا هو كل فاسيلتي انا بعبر عنها ببوينت، يعني بقول والله ان الكوردينت بتاعت الفاسيلتي رقم واحد مثلا هي واحد واتنين، بتاعت رقم تلاتة هي خمسة وتسعة، وهكذا. طيب الهدف بتاعي ان انا عايزه اعمل مينيمايزيشن للتوتال ديستنس دي. طيب فهي دي الايكويشن بتاعتنا. طب الايكويشن بتاعتنا هي مكونه من ايه؟ اول حاجه هلاقي عندي حاجه اسمها دبليو اي، ده الويت الاسوشيتد وذ ترافل بتوين النيو فاسيليتي والاكزيستنج فاسيليتي اللي هنقول عليها نديها الرمز اللي هو اي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هفترض ان انا في عندي مثلا ديبارتمنت، ديبارتمنت ده فيه مجموعه من الماشينز، بحرك من الماشين رقم واحد للماشين رقم اتنين كمية المقدار بتاعها 50، من ماشين رقم اتنين لماشين رقم اربعة كمية مقدارها 100، وهكذا. فببدأ أقول إن هو ده الويت اللي ليه علاقة بالديستنس اللي أنا همشيها ما بين الماشين دي والماشين دي، اللي accordingly هبدأ أستخدمه في إن أنا أختار ال best position اللي يقلل لي في الآخر ال total بتاع الديستنس اللي أنا مشيتها. خلاص؟ طيب هنيجي نبص على الايكويشن. هلاقي ان انا هنا بقى عندي summation، summation ده لل existing facilities اللي موجودة، بضرب ال wi اللي هو ال weight بتاع ال facility في ال x minus ال ai. ال x اللي هي مين؟ ال x هو ال location اللي انا اخترته لل facility الجديدة، وال ai هو ال location بتاع ال existing facility. طبعا هنا لو هو كان الفرق ما بينهم يعني كان بالنيجاتيف، فانا بخليه في الاخر بطلع كل الارقام بتاعتي بالبوزيتيف. نفس الشيء هعمله بالنسبه للواي كوردينيتس، ان انا هاجي اعمل سمشن للويت بتاع الاكزيستنج فاسيليتي في واي ماينس البي اي اللي هي الكوردينيت التاني، او الكوردينيت بتاع واي اللي هو الكوردينيت بتاع واي بتاع الاكزيستنج فاسيليتيز اللي موجوده عندي. طيب ده في حاله الميني سام. طيب في الميني ماكس، في الميني ماكس انا اللي يهمني ان انا محتاجه ان انا اقلل المسافه اللي انا بمشيها من اي فاسيليتي للنيو فاسيليتي الجديده بتاعتي، يعني محتاجه ان انا اقلل المسافه بتاعتي الكليه اللي انا همشيها من واحده من الفاسيليتيز للفاسيليتي الجديده. يعني هفترض ان انا عندي مثلا ثلاثه ماشينز، وفي ماشين جديده انا هحطها، هلاقي ان انا في عندي اوبشن ان انا احط الماشين دي في مكان هيقلل لي مثلا التوتال ديستنس اللي انا همشيها، بس في نفس الوقت في واحده من الماشينز هبقى بتحرك لها مسافه طويله جدا. لا، انا الهدف بتاعي ان انا اقلل المسافه اللي انا هتحركها ما بين اي تو ماشينز موجودين. طيب هل احنا بنتعامل هنا في ماشينز؟ لا، في حاله الفاسيلتي انا عندي فاسيلتي، انا عندي مثلا مدينه وعايزه احط فيها مستشفى، عايزه احط مثلا بلود بانك هيخدم على مجموعه مستشفيات، هي نفس الفكرة بس it depends بقى على اللوكيشن بتاعك ده هو ليه علاقة بماشينز ولا ليه علاقة بفاسيليتي معينة. تمام؟ طيب خلينا نبص بقى على المسائل اللي عندنا. هنيجي نبص هنلاقي ان دي اول مسألة موجودة عندنا. اه معلش، خلينا نرجع بس خطوة ورا. دي الايكويشن بتاعة الميني ماكس. في الميني ماكس هلاقي ان انا باخد
الماكسيمم بتاع ال x minus ال ai، هي نفس الرموز اللي احنا قلناها، زائد ال y minus ال ba، وهي دي ال distance اللي انا عايزة اعمل لها minimization. طيب هنيجي نبص على اول مسألة، هلاقي ان بيقول ان انا عندي في 4 hospitals located في ال city، وادي ال coordinates، بتاعتهم b1 10 و20، b2 14 و12، b3 8 و4، b4 32 و6. بيقول لي ان ال hospitals دي بيتعمل لها serving ب centralized blood bank facility، انا محتاجة ان انا احط ال location بتاعها. وبيقول لي ان في number of deliveries بتحصل كل سنة ما بين ال blood bank facility وكل hospital، estimated ان هي around 450 و1200 و300 و1500 بالترتيب. فبيقول لي لو انا desired ان انا allocate ال blood bank ده في point to minimize ال weighted total distance traveled per year، يبقى في الحالة دي هل انا شغال على الميني سم ولا الميني ماكس؟ هو قال لك ان انا عايزة minimize ال total distance، يبقى في الحالة دي انا شغالة ميني سم، يبقى انا هستخدم ال equation بتاعة الميني سم. طيب طالب مني ان انا اكالكليت اول حاجة ان انا اقول اللوكيشن بتاعها هو فين، تاني حاجة ان انا اكالكليت ال total weighted distance between the blood bank والهوسبيتال according للوكيشن اللي انا هحدده. طيب بنحل المسائل بتاعتنا ازاي؟ نيجي نبص حاليا، انا اول حاجه بعملها ان انا بشتغل على الاكس كوردينتس لوحدها والواي كوردينتس لوحدها، وببدا ان انا ارتبهم تصاعدي according للكوردينتس. يعني انا هاجي عند الكوردينتس بتاعت الاكس واشوف في البوينتس اللي موجوده عندي هي فين اصغر اكس موجوده، فاصغر اكس كانت الاكس اللي هي قيمتها، او اصغر اي اي اللي هي القيمه بتاعتها هي 8. 8 دي اللي هي ليها علاقة بهوسبيتال رقم كام؟ بهوسبيتال رقم 3 اللي هي كان الويت بتاعها هو 300. فهبدأ أحط كل الداتا بتاعتي بنفس السيكونس. طيب بعد الـ8 كان في ايه؟ كانت بعدها على طول في 10، يبقى 10، يبقى هنا الهوسبيتال رقم 1، 10 دي اللي هي كان الويت بتاعها 450، هحط 450 وهكذا. بعد ما حطيت الـ AI والـ WI ببدأ إن أنا أجيب summation للويت بتاعي. طيب فهبدأ أقول 300 هتبقى زي ما هي، مفيش حاجة قبلها، 300 زائد 450 750، 750 و1200 يبقى 1950، 1950 و1500 3450. بعد كده باخد الرقم اللي طلع لي ده وبقسمه على الاتنين، فطلع لي الرقم بتاعي 1725. بشوف ال 1725 دي وقع فين ما بين التوتال السمشن بتاع الويتس اللي انا عملتها، فلقيت ان ال 1725 دي ده البوزيشن بتاعها. طيب طالما ده البوزيشن بتاعها فانا عندي تو اوبشنز، يا اللي هياخد ال10 يا اللي هياخد ال14. فقال لك طالما هي في النص ما بينهم فانت هتاخد دايما الرقم الاكبر، يبقى في الحاله دي الاكس بتاعت النيو فاسيليتي اللي انا هختارها هتبقى 14. طيب هنيجي نعمل نفس الكلام بالنسبه للواي، اجي هبص على البي اي بتاعت كل البوينتس اللي موجوده عندي هنا 20 12 4 6، يبقى ترتيبهم هيبقى 4 6 اتناشر عشرين، يبقى أربعة ستة اتناشر عشرين. بعد كده هترتب الأرقام بتاعة ال hospitals according ليها، نفس الكلام هعمله بالنسبة لل weight. بعد كده هعمل نفس ال summation، هيبقى 300 زائد 100 1500، 1800 زائد 1200 3000، 3000 زائد 450 3450. أخد الرقم بتاعي ده وأقسمه على الاتنين هيطلع لي 1725، اللي هلاقي إن هي دي ال position بتاعها. وقلنا ان احنا بناخد الرقم الاكبر، يبقى في الكيس دي هياخد الواي بتاعتي او الواي الجديده بتاعتي هتبقى اللي هي الرقم بتاعها 6. ففي الحاله دي هيبقى الاوبتيمم لوكيشن اللي انا هحط فيه البلاد بانك بتاعي اللوكيشن الجديد هيبقى 14 و6. طيب بعد كده بقى محتاجه ان انا احسب التوتال ويتد ديستنس بتاعتي. طب عشان احسب التوتال ويتد ديستنس هنعوض في الايكويشن اللي هي الايكويشن الاولى اللي احنا كنا بنتكلم عليها. طيب فانا هعمل سمشن لكل الهوسبيتالز اللي موجودين عندي اللي هم عددهم 4، هيبقى عندي اول واحده كان الويت بتاعها 450، 450 وكانت البوينت بتاعتها كانت الاكس بتاعتها كانت 10، والاكس الجديده بتاعتي 14، يبقى 14 ناقص 10 في 450، زائد نفس الكلام هعمله بالنسبه للواي بتاعتها، فهتبقى 6 ناقص 20. طبعا هنا هتطلع بالنيجاتيف فانا هاخدها بالبوزيتيف، هجمع الرقمين واضربهم في الويت بتاع الفاسيليتي دي اللي هي او الهوسبيتال دي اللي هي هتبقى 450، زائد نفس الشيء
هياخد الويت التاني اللي هو 1200، هضربه في الكوردينت بتاعة الاكس اللي هي هنا كانت الاكس بتاعتي 14، ودي يبقى نفس الشيء 14، يبقى 14 ناقص 14 زائد الاكس الجديدة اللي هي 6 ماينس البي اللي هي 12، وهكذا هتطلع في الاخر ان التوتال ويت ديستنس بتاعتي هي 44,700. طيب المسألة التانية بيقول لي ان انا عندي new packet power generator عايزة اعمل له locating عشان يعمل serving ل 6 machines في manufacturing facility، فمديني في الاخر يعني المهم ان هو مديني البوينت بتاعت البوينت بتاعت ال 6 machines، وقايل لي ان عايزني اديترماين اللوكيشن بتاع الجنريتور اللي هيقلل التوتال ريكوايرد لينث اوف ذا الكتريكال كيبل، وقال لي اسيوم ان انا شغاله ريكتلينير ديستنس. طيب يبقى هنا في قال لي في نشوف هو انا شغاله مني سم ولا مني ماكس، قال لي هامينمايز التوتال ريكوايرد لينث، يبقى في الحاله دي انا شغاله مني سم. طيب لقيت ان هو ما ادانيش ويت للبوينتس بتاعتي، يعني ما قاليش ان في فرق في الويت ما بين الماشينز، فده معناه في الحاله دي ان هو ما عنديش ويت مؤثر، ففي الحاله دي انا هفترض ان الويت بتاعي هو واحد لكل الماشينز اللي موجود. هنعمل بقى نفس الخطوات، هاجي على الاكس كوردينت وهرتبها من الصغير للكبير حسب هعملها دي في الديسندنج اوردر. طيب اول واحده عندي هنا 0، بعدين 20 اللي هي هتبقى بتاعه ماشين رقم 4، بعدين 30 اللي هي ماشين رقم 2، وهكذا. بعد كده هجيب هعمل نفس الشيء، هجي اعمل سمشن للويت، هيبقى 1 1 2 3 4 1 5 5 1 6. بعد كده هاجي عند الستة على الاتنين دي واقسمها على التلاتة، فلقيت ان انا التلاتة هي already موجودة عندي هنا. طيب قالك طالما الرقم بتاعك انت لقيت ان هو exactly هو موجود بالظبط في السمشن بتاع الويتس بتاعتك، فالحاجة اللي انا هعملها ان انا هاخد الرقمين دول هيبقوا بيعبروا عن الاكس، ده معناه ان انا الاكس بتاعتي ممكن تكون 30 وممكن تكون 60. نفس الشيء هنعمله للواي، هرتب البي اي بتاعتي according ascending order من الصغير للكبير، فهتبقى 0 20 40 70 وهكذا، وهرتب الماشينز بتاعتي according للكلام ده. هاجي هعمل نفس الحاجة السمشن بتاع الويت، هقسم الستة على الاتنين هيطلع لي تلاتة، يبقى انا الرقمين بتوعي هم هيبقوا الـ40 والرقم اللي بعد الـ40 اللي هو الـ70. ففي الحالة دي لقيت ان انا الاكس والواي بتوعي هم 30 و60 و40 و70، يبقى انا هنا الاوبتيمم لوكيشن بتاع النيو جنريتور هو هيبقى اي بوينت بتقع في السكوير او في المستطيل اللي هو هيتكون لنا، وتقبر هو شكله طالع ايه في الاخر. تمام، يعني ده معناه ان انت لما هتيجي ترسمه فانت عندك هنا ادي البوينتس بتاعتك اكس واحد وواي واحد اهي، اكس اتنين وواي اتنين اهي، دول كلهم الاتنين دول مع بعض هيكونوا لي اريا، يبقى انا within الاريا دي في اي نقطة هنا اي نقطة هحط فيها هعمل locating للنيو جنريتر بتاعي هيبقى optimum solution. تمام، طيب دي كده المسألة رقم اتنين. تعالوا نروح على مسألة رقم تلاتة. مسألة رقم تلاتة بيقولك ان هو في elementary school هيتعمل لها building في facility، فبعد research وكلام كتير كده قالك ان هو عايز يشوف اللوكيشنز بتاعت اللوكيشنز بتاعت ال current areas اللي موجودة وال expected students اللي هتيجي من كل area وال possible locations بتاعت ال schools كلها حاططها لي في الجدول ده، فهو مديني ال x وال y بتاعت المناطق اللي موجودة، ومديني الويت بتاع كل منطقة. فالويت ده هنا هو عبارة عن الأماونت الفلو بتاع الستودنتس اللي بيحصل من كل اريا للسكول الجديدة اللي هتتعمل. وقالك ان انت عندك في two possible sites، هو بيقولك ان انت عندك two possible sites، اول site ال coordinates بتاعته هي 50 و50 دول ال sites المتاحة، وتاني possible site هو 30 و45. طيب طلب مني ايه؟ طلب مني ان انا اقلل التوتال ديستنس اللي الستودنتس هيمشوها، يبقى انا شغاله برضو مني سم. طيب كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل ايه؟ هتروح تعوض على طول في الايكويشن، هو اوريدي مديك الكوردينتس، فانا هروح اعوض في الايكويشن على طول. هاجي عند اول اقتراح اقترحه عليا اللي هو الخمسين وخمسين، فهاجي عند كل بوينت هحط الويت بتاعتها، فانا عند الويت عند ريزيدنتس اي 600، يبقى 600
في النيو لوكيشن اللي هو 50 ماينس ال20 زائد ال50 بتاعة ال B ماينس، أو ال50 بتاعة ال Y ماينس ال25 بتاعة ال B أو ال X أو ال Y coordinate بتاعة ال existing facility. نفس الشيء هكرره، هحسب ال summation بتاع ال two positions اللي موجودين عندي، أو ال two locations ال possible locations. طلع لي هنا 80,000 وهنا 70,000. ففي الحالة دي عشان أقلل التوتال ديستنس اللي هيتحركها للستودنتس اوفر اول، هختار أكيد اللي هيديني توتال ديستنس أقل اللي هو 70,500. يبقى في الحالة دي هيبقى ال optimum location بتاعي بتاع نيو سكول هو 30 و45. المسألة اللي بعدها بقى بيقول لك إن أنت عندك 6 housing subdivisions within city area، والتارجت بتاعي ان انا اعمل emergency service هتبقى اللي هي centralized fire station. عايزني اشوف بقى new fire station بتاعتي دي هعمل لها location فين، بحيث ان هي تقلل لي ال maximum rectilinear travel distance بتاعتي. يبقى في الحالة دي انا يهمني ان انا اقلل ال maximum distance اللي هتحرك منها من اي subdivision موجود عندي لل fire station. هتلاقي ان انت الاختيار بتاعك في المسألة على حسب انت عايز تقلل ال total distance ولا ال maximum distance according لل logic. انت دلوقتي انت بتعمل fire station، فال fire station دي لازم يبقى عندها قابلية ان هي توصل لأي مكان في ال في ال area اللي هي فيه في أقل وقت ممكن. فعشان كده الهدف بتاعي ان انا اقلل ال maximum distance من ال fire station لأي facility موجودة أو لأي housing division موجود. هو هنا مديني ال subdivisions بتاعتي وال x وال y بتاعت كل facility. طيب هنيجي نبص هنا، هتلاقي ان انا دلوقتي لو شغالة على الميني ماكس، وقلنا ماشي ان ال objective بتاعي ان انا اقلل ال maximum distance. طيب في بقى شوية constants لازم نحسبهم. اول حاجة اسمها C1 وC2 وC3 وC4 وC5. طب هو دول عبارة عن ايه؟ ال C1 ان انا بروح اختار المينيمم بتاع اي نقطتين ال A بتاعت A plus B لأي facility موجودة. C2 ان انا هختار الماكسيمم بتاع ال A plus ال B. C3 ان انا هختار المينيمم بتاع ال negative ال A plus ال B. و C4 ان انا هختار الماكسيمم بتاعت ال negative ال A plus ال B. C5 هي عبارة عن ماكسيمم C2 ناقص C1 و C4 ناقص C3. وال optimum solution بتاعي في الآخر لل mini max location problem إن أنا ال points بتاعتي اللي هتظهر دي هي هتبقى عبارة عن line بي connect two points مع بعض، فهتبقى ال maximum distance اللي أنا في الآخر ال maximum distance اللي أنا بتحركها هتبقى عبارة عن ال C5 اللي أنا جبتها دي مقسومة على الاتنين. طيب يبقى أنا الشكل بتاعي أو ال solution بتاعي هيبقى عبارة عن line. على ال line ده انا اقدر احط ال new facility بتاعتي في اي مكان على اللاين ده. طيب تعالوا نبص على المسألة. وهنا مديني ال x وال y بتاعت كل واحدة، او ال a وال b بتاعت كل facility. فانا هروح على طول احسب ال a plus ال b. طيب هروح احسب ال a plus ال b، فهنيجي نشوف ال a plus ال b يبقى هنا 20 و15 35، 25 و25 50، 13 و32 45. بعد كده هعمل نفس الكلام لنيجاتيف ال A بلس ال B، هيبقى عندي نيجاتيف 20 بلس 15 هتديني نيجاتيف 5. نفس الكلام النقطة اللي بعدها نيجاتيف ال A بلس ال B هتديني 0، وهكذا هكمل كل النقط بتاعتي. بعد كده هروح اجيب بقى ال constants بتاعتي دي. فقال لك ان سي واحد انا عايز اجيب المينيمم بتاع ال A بلس ال B، فهاجي عند الكولوم بتاع ال A بلس ال B واشوف المينيمم نمبر بتاعي كان كام. هنا كان 25، يبقى هو سي وان قيمتها 25. طيب سي اتنين هي الماكسيمم بتاعت ال A بلس ال B، طب الماكسيمم بتاعي هنا كان كام؟ الماكسيمم كان 50، يبقى سي اتنين بتاعتي قيمتها 50. طيب نيجي على سي تلاتة. سي تلاتة هي المينيمم بتاع ال negative ال A بلس ال B. المينيمم اذا كان بقى بال positive او بال negative، فهلاقي ان هنا عندي ارقام نيجاتيف، يبقى المينيمم في النيجاتيف بتاعي كان نيجاتيف 11. بعد كده سي 4 الماكسيمم بتاع النيجاتيف ال A بلس ال B فهيديني 19. طيب بعد كده هروح احسب سي 5.
فقال لك سي 5 ان انا هاخد الماكسيمم ما بين سي 2 ناقص سي 1 وسي 4 ناقص سي 3. فسي 2 ناقص سي 1 هتديني 25 وسي 4 ناقص سي 3 هتديني 30، فالماكسيمم بتاعهم هو كام؟ ال30. يبقى سي 5 بالنسبة لي هي اللي هيبقى الرقم بتاعها 30. طيب انا عايزة اجيب بقى اللوكيشن بتاع الفاير ستيشن بتاعتي. قال لك عشان تجيب اللوكيشن بتاعة الفاير ستيشن فهو هيبقى يتعمل لها لوكيشن فعند اي بوينت على اللاين الكونكتنج البوينتس اللي احنا هنكريتها دلوقتي. طيب قال لك البوينت الاولى هي عبارة عن نص في سي 1 ناقص سي 3 و سي 1 زائد سي 3 زائد سي 5. طيب النقطة التانية هتبقى نص في سي 2 ناقص سي 4 و سي 2 زائد سي 4 ناقص سي 5، هيطلع لي ان هي دي النقط بتاعتي هتبقى 18 و22 و15 ونص و19 ونص. يبقى انا هيبقى في عندي لاين، على اللاين بتاعي ده اقدر احط الفاسيلتي بتاعتي عند اي بوينت موجود عليه. تمام. خلينا نشوف مسألة رقم 5. في المسألة هنا بيقولك ان انت عندك الماب كوردينتس اللي موجودة، وقال لك ان انت عندك shipping loads for set of facilities that you wish to connect through a central hub. قال لك المرة دي استخدمت ال center of gravity method. طيب عشان استخدم ال center of gravity method تعالوا نبص على القوانين بتاعته. ده بيتقال عليه ال squared Euclidean minimum location method. طيب هنا الهدف بتاعي ان انا اعمل minimizing، بس المرة دي انا المسافات عندي هي مش معتبرة ان هي rectilinear، مش متعامدين على بعض، لان انا يهمني المسافة ما بين اي نقطة والنقطة التانية هي القيمة بتاعتها كام. طيب فقال لك ان انا ال equation بتاعتي ان انا بعمل minimization لل summation بتاع ال weight ال x minus ال a all square زائد ال y minus ال b all square لكل ال facilities اللي موجودة. طيب وعلشان اجيب ال x وال y ال optimum لل new facility اللي انا عايزة احطها، فبعمل summation لل weight مضروب في ال x على ال summation بتاع ال weight بتاع كل ال facility. نفس الكلام بعمله لل y، ان انا بضرب ال weight في ال وال y coordinate مقسومة على ال summation بتاع ال weight. طيب يبقى هو ده الكلام اللي احنا هنعمله بمنتهى البساطة، ان انا هعوض دايركت في ال equation. هو كل اللي طلبه مني ان انا اشوف ال location بتاعي هو فين. طيب فانا اول حاجه هعملها ان انا هضرب الويت بتاعي في كل الكوردينت وفي كل الكوردينت بتاعه الاكس واجمعهم على بعض، وبعد كده اجمعهم على السمشن بتاع الويت. هيبقى عندي هنا 5 في 5 زائد 6 في 10 زائد 4 في 15 زائد 9 في 5 زائد 7 في 15 وهكذا. بعد كده هقسمهم على السمشن بتاع الويت بتاعي اللي هو الشابينج لود، بيعبر عنه هنا الشابينج لود. 5 و10 و15 5 15 10 5، هيطلع لي هنا ده 335 على 65، هتطلع ال x بتاعتي ب 5.15. نفس الكلام هعمله بالنسبة لل y. انا هاجي هنا هضرب القيم بتاعة ال y coordinates في ال weight بتاعتها، ال weight المقابل ليها، واقسمه على ال summation بتاع ال weight، وهيطلع عندي الرقم بتاعي 7.31. يبقى ال central hub بتاعي المفروض ان انا احطه في اللوكيشن اللي هو 5.15 و7.31. اخر مسألة مختلفة، حاجة بسيطة خالص. هو بيقول لك الفكرة بتاعتها ان انت عندك في insurance company بتconsider ان هي تفتح office جديد في ال US، وفي two cities under consideration اللي هما فيلادلفيا ونيويورك. فقال لك الفاكتور ريتنج في الفاكتور ريتنج الهاي سكورز ار بيتر، يعني كل ما السكور بتاعك يعلى ده معناه ان انت الريتنج بتاع البلد في النقطه الفلانيه هي افضل. فبيقول لك بالنسبه للنيو التو سيتيز اللي معروضين دي الداتا بتاعتهم، فبيقول لك في اي سيتي المفروض ان احنا نحط او نعمل لوكيتنج للنيو اوفيس. فهنا بيقول لك مديك شويه فاكتورز معتمد عليهم الاختيار بتاع المكان الجديد: البنك اكسسبيليتي، رنتال كوست، ليبر كوست، تاكسس، مدي ويت لكل حاجه. فقال لك الويت بتاع الكاستمر كونفينينس مثلا هو 25%، البنك اكسسبيليتي 20% وهكذا، رنتال كوست 15%، ليبر كوست 10%، ومديك
كل واحدة من البلاد دي هي بتحقق قيمة قد ايه من الفاكتور دي. فقال لك ان فيلادلفيا بتحقق 70 بس من ال customer convenience، لكن نيويورك بتحقق 80، فنيويورك هي أفضل في النقطة دي. بالنسبة للبنك accessibility هي في نيويورك هي أفضل، بالنسبة للcomputer support هي في فيلادلفيا أفضل، وهكذا. فالهدف اللي أنا مطلوب مني إن أنا أعمل إيه؟ مطلوب مني إن أنا أشوف هي الأحسن بالنسبة لي إن أنا أحط الأوفيس بتاعي هو هنا ولا هنا. بالنسبة بقى للبلد دي هي هتحقق لي مقدار قد ايه من الفاكتورز اللي هي مهمة بالنسبة لي. هنيجي هنبص تحت، كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي تضرب الويت بتاع كل فاكتور في السكور اللي حققته كل بلد، تضربهم في بعض، بعد كده تجيب السمشن بتاعهم. فده اللي احنا هنعمله هنا، ان انا هاجي هضرب ال 0.25 في 70، بعد كده ال 0.2 في 40، واشوف الويت في السكور هيطلع لي القيمه بتاعته كام. بعد كده هجيب التوتال سكور ان انا هعمل لهم سمشن، هعمل اللي هنا سمشن وهعمل اللي هنا سمشن. في الاخر هختار اللي هيحقق لي الهايست سكور. فانا فيلادلفيا هي اللي حققت سكور اعلى اللي هو 73، فده معناه ان انا الافضل بالنسبه لي ان النيو اوفيس بتاعي اعمل له لوكيتنج في فيلادلفيا. ده كده الشيت بتاعنا، هتلاقوا في الاخر الفاينل انسرز محطوطين عندكم في الشيت. السلام عليكم.